في ظل وضع اقتصادي واجتماعي مزري يندر بمزيد من الاحتقان والانحدار المأساوي لأغلب الشرائح الاجتماعية في أتون الفقر والبطالة، فنتيجة للسياسة الاقتصادية المتبعة من طرف المخزن الاقتصادي المتشبع بأفكار الرأسمالية المتوحشة والمهووسة بالربح السريع ومراكمة الثروة على حساب أغلبية الشعب المغربي المكتوي بنار الغلاء وتدني الخدمات وتجميد الأجور وارتفاع الضرائب. أيها الرفيقات، أيها الرفاق، إن المغرب لا يمكن أن يسير بسرعتين ولا يمكن أن يدار بهذا الشكل العبثي، لأن الأزمة التي يعيشها الشعب المغربي ليست أزمة اقتصادية بل هي اختيارات الأقلية هاجسها حماية مصالحها مستغلة استبداد السلطة وفسادها وغياب الديمقراطية وتواطؤ الأحزاب المخزنية غير عابئة بمعاناة الشعب، بل وتتفنن في تنزيل قوانين تقنن من حريته، قانون الإضراب، قانون النقابات، قانون الإطار في التعليم، في تحدي سافر لكل القوانين والأعراف الدولية. لقد فتحت حركة 20 فبراير المجيدة ثغرة في جدار الاستبداد المخزني، وأطلقت صيرورة ثورية ما زالت مطالبها قائمة وذات راهنية رغم القمع والحصار وخرق الحريات، ولن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها المتمثلة في شعارها الخالد حرية كرامة عدالة اجتماعية. تعيش مدينة العرائش على واقع أزمة اجتماعية وبيئية غير مسبوقة عنوانها ارتفاع البطالة والتشرد واستفحال ظاهرة الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات وتدني الخدمات الاجتماعية وهدر بيئي خطير والمتمثل في استنزاف الرمال الشاطئية واشتتات الغابة من طرف اللوبي العقاري الجشع وانتشار كنتيجة لسوء التسيير والتدبير وتواطؤ السلطات. أيها الرفاق والرفيقات، أيها الحضور الكريم، إن الزخم النضالي الذي رافق حركة 20 فبراير منذ انطلاقتها ما زال قائما وأكثر من أي وقت مضى، ولكن بأشكال مختلفة: حراك الريف، حراك جرادة، زاكورة، إضرابات واعتصامات الموظفين والعمال والفلاحين، وأننا بالجبهة الاجتماعية كإطار جامع لكل القوى السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية والتقدمية تبقى أمل المغاربة في التغيير والانعتاق من الفساد والاستبداد، وهذا لن يتأتى إلا بالنضال وارتباط بهموم المواطنين على أرضية المبادرات النضالية للجبهة الاجتماعية المغربية وميثاقها. أولا، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الشعبية المطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، الدفاع عن المرفق العمومي والنضال من أجل إقرار حق كافة المواطنين والمواطنات في خدمات عمومية، وضع حد للتضييق على القوى المناضلة واحترام الحريات، وضع حد للتهرب الضريبي وسن قانون على الثروة، إقرار تعويض عن البطالة وتمكين ساكنة مدن الصفيح والسكن العشوائي من سكن اللائق، مواجهة الهجوم على أراضي الجموع ومحاربة لوبيات العقار، دعم صندوق المقاصة للحد من غلاء المعيشة. وتحية، عاشت حركة 20 فبراير، عاشت الجبهة الاجتماعية المغربية، المجد والخلود لشهداء المغرب. كرامة، حرية، عدالة اجتماعية. بالنسبة للرفاق والرافقات اللي بغاو يحضروا المسيرة الوطنية اللي تنظم في الدار البيضاء نهار 23 فبراير من أجل الإفراج على المعتقلين السياسيين والدفاع عن المطالب ديال الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.